عالية ورا. يعني ساعتنا ده تموت شغل المحامي حيران كير لكير. اسمي جميلة علي عبروش. احنا ما عدنا لا قاع ولا ملك ولا شيء، رحنا على الشام يشتغلون على المكبس، شغالين المكبس يعني، هم بغرفة واحنا بغرفة، ابوي اطلع ماما اطلع احمد الدنيا كلها طلعت. نقول ماما ما حد يموت ناقص عمر، ابوي رحنا اي صارت بالمستشفى، هم جمع البيت واني خذيت على خوالة نقب اذانه، ردينا ما بي حدا راحم لا بيت لا شيء، ما طلع من البيت شيء ولا هم ولا شفنا ولا شيء، راحم وتجاوزوا من الشام. يا ولادي عندي 5 بنات 6 قبل ما تبدا الحرب يشتغلون على المكبس، نهار الخميس يجونا يا بنيتي شايلين اكياسهم عشاهم خبزهم مكيفين. من صار هالشي هذا انهانينا يا بنتي، مرضنا يا بنت 3 مرضانين، هاي بذا عملية لوزات والشايب على طول بالأداوي، واني معي سكر معي ضغط، أرحز من نهار العيد ما ضغط لقمة الخبز شنونو مرضان. صار الضرب ليلة ضربت قبة سيدة زينب رحم ولادي 4 هما 5 ظل واحد برقبته 7 وادم وما يقدر يشتغل، قضبوا داعشين ذا السنة عن داعش، حتى رجلي يدي خربانات من قد متشاتلين ومعذبين. جمال الله يرحمه لا مو مجوز، والباقي كلهم مجوزين، هاي بنت الصغير بنت علي، اولاده قسم بالشام يوم امهات قاعد عليهم. هذا احمد عنده وليد وبنيه وشالت على الشام، والاخرى عندها 3 ولاد وبنيه ذا شالت على الشام، عايشين بالشام هذولاك. كل نهار نرحل كل نهار نرحل، ما نقدر على إيجار، كل نهار نرحل يا وليدي. يشتغلون ماما بالمعامل، هاي البنت لا ليها أم ولا ليها أب، من صارت أمها خذوها أهلها، هي هاي بشريت أمها وأبوها، ولسع ولد يا ماما أهلها ما خلوها، أبوها مات. إيه بنت علي، أيوة أحمد علي وجمال وفاروق هذول المات. عمرها 7 يا وليدي، كان لنا قدرة بالحليب أطعميها من هين وأنطيها بابونج من هين وأنطيها ينسون من هين، وخلاها وحطيناها بالمدرسة الشاطنة. طلعنا من الشام بعد ما ماتوا الولاد، ما نقدر نعيش بعد الحادثة، شنو جابني وين وصلت وشنو جيت وما عارف، ضيعت إنه أنا أدور عليهم وتخربطت، بيت مهدود وبلا معنى، أرض المكبس جورة هيش قدنا يا بنيتي، ما بي لا ولاد ولا تراب ولا بلوك وما بيش، دفنوه هناك بالشام. إيه بنفس أرضية المكبس، يعني بعد سنة سنتين تصحيت سولفوا لي العالم، وصابني السكر وصابني ضغط وصابني مرض يا وليدي، ما عاد أدري بحالي ما عاد أوعى، وكل جسمي يوجعني، انقطعت من الأكل يا ابني، يصير خميس اللي ينطينا 500 اللي ينطينا 200 اللي ينطينا 1000 نجوع حالنا ونجمع الإيجار. اي ماما شلت الرحم يا بنيتي، وهاي ساي عمليه اخرى لا بالشام. البيس هذا يا بنتي ازلمه بالجزائر ومشتري من جيراننا هذول، ورحت دخلت عليهم عمل المدرسه قريبه مشان البنيه، وانطوني يا جماعه ما تعرفين اين الساعه يطالعوني ما عارف. قعدنا قبل قعدنا يجي 10 أيام بالشارع انا والبنت، وجوزي اللي هو 6 7 بارك بالقاع رجليه ما يشيل انه من المحسم، وجوا ميت من هين ويجعل ياكل يشرب راسه، وانا حسب الحالي يريد عمليه لي. والله ماما كتله يجي قد انا ما اعرف، المهم يجي قد انا 3 4 يجي بالحاله. يا بنتي نحب اهل الخير جميعا، ونحب البي مروى وعنده زكاة وعنده فطرة، نترجى أنه يدحون علينا لأن ما لنا حدا خاص مثلا دحق علينا أو يحكمنا أو يشيلنا، لا ما عدنا. أنا ترسم البيم يعني بير بمري أجي بيخش كيف كما يخون كله، والله بشيء تعمل أبو كربات
che c'è pieno del mio. Fare chiuso.